رفض الكبكبة. أكو الآن حكومة في العالم لا توجد حولها حالة من الفخفخة والكبكبة والإعلام. في نهج البلاغة حكمة 37 ترجل له للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه دهاقين الأنبار واشتدوا بين يديه فقال ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا خلق منا نعظم به أمراءنا. تعظيم الأمراء الحكام، حكام يحبون، الملايين من الأموال تصرف في هذه المجالات في صنع هذه الهالة حول الحاكم. فقال صلوات الله عليه ما ينتفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعه معها الأمان من النار. خسارة في الدنيا وفي الآخرة. في نهج البلاغة حكمة 322 مشى معه شخص فقال له ارجع. حتى بعض مراجعنا بعض علمائنا ما كانوا يحبون واحد يمشي وياهم. بعض المراجع نقل عن أحوالهم رحمة الله عليهم أنه عندما كان يشوف واحد يمشي وراه كان يتوقف يقول شنو عندك شغل؟ ما كان يحب حتى بهذا المقدار واحد يمشي خلفه. فقال له هذا جذر تجدونه في منهج أمير المؤمنين. فقال له ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن.